سؤال إجرائي تاني إذا تفضلت. اتفضل. هو دلوقتي هي في الحالة اللي احنا بنتكلم عنها دكتورة وسام، دلوقتي في أمر بالنيابة بحبس 4 أيام. حضراتكم لو هي خدت حبس بيبقى القرار في النقابة بيبقى إيه؟ يعني لو هي خدت حبس واستمرت للمحاكمة، بتستنوا بقى لغاية لما كل الكلام ده يخلص ولا في حاجة تانية؟ انا انتظر لغايه ما تخرج. بس هو القضيه برضو عشان في ناس كتير سالوني على موقفنا من الحبس. ايوه، احنا مش مع الحبس الاحتياطي اطلاقا. احنا فلسفه الحبس الاحتياطي كما نفهم انه المواطن او المتهم هيطمس معالم الجريمه هيأثر على الشهود او هيهرب من استكمال التحقيقات او هيهرب من العقوبه. الثلاث شروط دول لا ينطبقوا عليه، وبالتالي احنا يعني الحقيقه انزعجنا جدا من الحبس الاحتياطي. هي في الوقت بس هو الحبس يعني الاشاره القانونيه انه الحبس معناه وجود قضيه. ما انا عشان كده كنت بسال حضرتك، في حاله وجود قضيه الطبيب بقى بغض النظر عن الحكم، هل لو الطبيب لا ما كانتش محبوسه؟ انا فهمت سؤال حضرتك. لو ما فيش حبس بتخضع للتحقيقات، ما بننتظرش انتهاء تحقيقات النيابه، لانه احنا بنحقق من منظور خاص بأداب المهنة وتجاوز أداب المهنة أو ارتكاب خطأ من الناحية الفنية. لو الطبيب دلوقتي مقدم لمحاكمة قانونية، أي ده بيترتب عليه أي عقوبات من النقابة ولا لأ؟ لو ثبت، لو طبيب ثبت حكم صادر ضده حكم في قضية مخلة بالآداب، لازم يتوقف عليه موقف النقابة. ولو الطبيب دلوقتي النيابة ما توقفت وقالت خلاص لأسباب ما تمش توجيهها للمحاكمة، إيه العقوبات اللي بتواجهها الدكتورة وسام جوه النقابة؟ لو تم تبريء أي طبيب في النيابة، هذا لا يعني وقف التحقيق في لجنة أداب المهنة، لأنه التحقيق ده هيستمر. أداب المهنة بتستمر، لانه اداب المهنه ليها منظور مختلف عن أكيد اللي النيابه بتبص فيه او النيابه الاداريه. النيابه مفهوم. الاداريه بتنظر في مخالفات اداريه. النيابه العامه بتنظر في حاجات مخالفات قانونيه وجنائيه. بالضبط. اداب المهنه بتنظر في تجاوز اداب المهنه، زي ما حضرتك قريت كده شويه بنود حوالين واجبات الطبيب نحو المريض، وفي واجبات الطبيب نحو المجتمع، صحيح، وفي واجبات الطبيب نحو زملائه الاطباء، صحيح. فممكن انا احاسب الطبيب على خطا ارتكبه مع زميله الطبيب، او اتكلم عن زميله بطريقه ايه العقوبه ايه رينج العقوبه؟ يعني ايه الحد الادنى والاقصى بتاعي اللي بتقوم بيه النقابه او لجنه اداب المهنه؟ رينج العقوبه في لجنه اداب المهنه في كل النقابات المهنيه، مش بس الطب والهندسه والمحاماه وكل حاجه، بتتراوح بين العقوبات البسيطه اللي هي لفت نظر وانذار ولوم او غرامه او وقف عن العمل من شهر لسنه او شطب كامل من جداول النقابه. ده اقصى حاجه، يعني العقوبات التاديبيه ما فيهاش سجن. مفهوم. ايوه طبعا مفهوم. بس هو وقف عمل، يعني هي من الممكن انها تواجه خطر ايقاف ممارستها للطب خالص. طبعا حسب حجم، بالظبط، حسب حجم الخطا وتقدير الهيئة التأديبية اللي هي من حقها تدافع عن نفسها قدامها.